تنظم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة المخيم الصيفي الثقافي في 7 مواقع مختلفة في مراكزها الثقافية المنتشرة في الدولة، وهي عجمان، أم القوين، رأس الخيمة، الفجيرة، دبل الفجيرة، مسافي والظفرة. يقام المخيم من 14 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس 2019. طبعاً بيكون عندنا أكثر من 70 ورشة عمل إبداعية تفاعلية، وتبلغ القدرة الاستيعابية للورش أكثر عن 1500 مشارك. نحن طبعاً متعاونين مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة من خلال البرنامج الصيفي الثقافي اللي تقدمه الوزارة. نتعاون معهم بتقديم ورش في المجال الإبداعي، مجال التصميم خصوصا، نقدمها في 3 مراكز في عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين. الورش تتنوع من ورش فنون يدوية، تصميم، تطوير مهارات إبداعية ومهارات حياتية وقيم مستقبلية. الورش اللي قاعدة أقدمها هي عبارة عن تصنيع المجوهرات بتقنية جدا قديمة من خلال نحت العظم النغر وعمله كقوالب وبعدين صب الفضة داخلها. هي من أحد أقدم الطرق، وتكون قالب استخدام مرة واحدة. بعد ما ينحتون فيها ويرسمون التصميم ماله نطلع على برا وبعدين أصب لهم الفضة. أنا شخصيا طبعا، لأن هالمرحلة تكون شوي خطرة، أصب لهم الفضة داخل القطع.